يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من رجال الأمن نتوجه بالسؤال لفضيلتكم، حيث قد وكل إلينا في هذه البلاد كشف خطط من يريد زعزعة الأمن أو الخروج عن طاعة ولي الأمر، وقد سمعنا فتاوى بعدم جواز ملاحقة هؤلاء وتتبعهم وقتالهم لأنهم مجاهدون، وأنهم يريدون إخراج الكفار الذين يقاتلون المسلمين في البلاد الأخرى كالعراق، فما هو الرأي الصحيح في هذا وفقكم الله؟ أعانكم الله، أنتم في جهاد، أنتم في عملكم هذا في جهاد، لأنكم تريدون من ذلك منع أهل الباطل والحفظ على الأمن، على الأنفس والأعراض والأموال، فأنتم في جهاد، أعانكم الله ويكتب لكم أجر المجاهدين، وفي طاعة لولي أمر المسلمين، فعملكم هذا عمل جليل جدا، فلا يكون عندكم شك. أما اللي يفتوا بأن هذا جهاد، منهم اللي يفتوا بهذا؟ هل هم معتبرون أو من الرعاع والمجهولين؟ ما هم بعلماء ذولا؟ هل أحد من العلماء المعتبرين أفتى بأن هذا جهاد؟ أبدا، هذا من الكذب، هذا ليس جهادا، هذا معصية لله ولرسوله واستباحة لمحارم المسلمين وخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه معاصي كبائر والعياذ بالله، أليس هذا من الجهاد؟ هذا نعم، هذا من في سبيل الشيطان أو في سبيل الله، لأن هذا معناه إضرار بالمسلمين. وأما إخراج الكفار، ما هو إليكم، إخراج الكفار عند ولي الأمر، هو اللي يعطيهم الأمان ويدخلهم لمصالح يحتاجون إليها ويطلعهم إذا انتهت مدتهم. والرسول يقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، هذا خطاب لولاة الأمور، ولذلك لم يخرجهم إلا عمر رضي الله عنه، ما أخرجهم الناس. فاللي يخرج الكفار هو ولي الأمر، واللي يدخلهم هو ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، وهم ما جوا إلا نحن جبناهم لمصالحنا، ما جوا غزاة، جاءوا مستدعون للقيام بأعمال، إما سفارات وإما شركات وإما، المسلمون جابوهم للمصالح، وقد أخذوا الأمان والعهد الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري، وإن ريحها لا يوجد من 70 سنة، هذا وعيد شديد. فاللي يفتي بأن هذا جهاد، هذا ليس بعالم، إما أنه عالم ضلال إن كان عنده علم، وإما أنه جاهل مركب لا يدري ما هو الجهاد في سبيل الله. نعم.